السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. قبل نبداو الموضوع تاعنا، ما تنساوش بارطاجونا الفيديو تاعنا، اعطونا يعني على الاقل 1000 جيم باش نسقطوا التبليغات اللي راهم على قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وهو المنتخبات المغربية تعقد قرنها مع على ام الدنيا مصر، يعني متزوجة بيهم. 2023 نلقاوهم يعني في المنتخبات، يعني المنتخب الكبير. نعرفوا باللي المنتخب المغربي تعمل خطرة يفوز على المنتخب المصري، خاصة في المباريات الفاصلة يعني تاع كأس العالم 1986. هذه باش يكون على التاريخ، هذا التاريخ، سؤال على التاريخ، سؤال على التاريخ. كاين المغرب وكاين الجزائر، لابيت نوار تاعهم شكون تقلي وين يربحوها؟ هي تونس. راهي حقيقة رانا نقولوا فيها تونس في المنتخبات، المنتخب الكامل الأول لا، يعني عمل خطرة، يعني كما يقول لك يوم لكم ويوم لنا، رايحين جايين. كاش نتيجة رسمية بيناتهم تحدد، هذه باش يكون على بالكم بها. المنتخب المغربي تحت 20 سنة ينتصر على مصر بهدفين لهدف في أول جولات البطولة شمال إفريقيا المؤهلة للكان، وموراها يروحوا ربعة يلعبوا كأس العالم. على هذيك نقولوا باللي منتخب المغربي يعني هذا الأداء وهذا المستوى اللي وصل له يعني في شمال إفريقيا. كان لي واحد قال لي لا يخرجوا في متاع السنغال ولا يا ودي، راني نهضر لك على شمال إفريقيا، على تروح حاجه بعيده. لا كيما واحد كتب لي قال لي موريتانيا راهي رابحه اوغندا، قال لي من زعمك موريتانيا كبيره؟ والله العظيم كتبها لي، قال لي موريتانيا اللي تشوفوها صغيره راهي رابحه اوغندا. ومن بعد كتبها لي من روحت بيش وصلت الاخرين قال لي زيو كوما كتبهاش بالك موريتانيا كانت غادي تربح. تروح تقارن روحك بيت 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 برا روحك بيديروا باللي موريتانيا منتخب كبير، شنو ديروا الشيطان؟ هون الشيطان تروحوا لصوالح نتوما كاع مكاش. ياه تروحوا لصوالح كاع مكاش، حنا نهضر لكم هاك وانت تهضر لي هاك. راني يعني نهضر نقول لك باللي المنتخبات المغربيه وانتم ما تبغوناش نهضروا هضره هذه، خاطر تدافعوا على مصالح تاوعكم، تدافعوا على مدير المديريه الفنيه تاع المنتخبات الشبانيه، تدافعوا هنا في الجزائر. يعني ما تبغوش من نقول لكم باللي هذيك المغرب هذيك شنو دارت هذيك منا، ولا كيما روحنا جبنا لكم لافير تاع رئيس الاتحاد كره القدم تاع جنوب افريقيا يشارعوا فيها للمباشر. ما تبغوهاش هذيك نتوما فانيك، تبغوش الصوالح نتوما، تبغوها راكدة وتمونجي، تبغوها غير راكدة مساكين، والله لا تبغوها راكدة ودي. مع بورتوانا، مع بورتوانا مع بورتوانا، وغادا خسر مع جنوب افريقيا 2-0 في بلاده، وفي لالي دار 2-2 في بلاد جنوب افريقيا. وقتو كيفاش انتوما تبالكم حاجه كبيره؟ خاراوي راهي الناس خدمه تخدم، انت هنا جايبين لاعبين قلوبهم باردين، لاعبين دي بروفيسيونيل طالعين، لاعبين بروفيسيونيل. انا نقول لك مولك وصعب هذاك، رحموني ما مريلا رحموني لعب معهم. وانت سنة المنتخب المغرب الاقل من 20 سنة رحلته في البطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس افريقيا بانتصار على نظيره المصري بهدفين لواحد
في مباراة التي جمعت بين الطرفين مساء يوم الخميس لحساب الجولة الأولى، ونجح الفريق المغربي في افتتاح التسجيل بواسطة سعد حداد في حدود الدقيقة 40 قبل أن يتمكن محمد يعني من تعديل النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 49، وبحثت كتيبة محمد الوهبي عن فرص للتوقيع هدف التقدم من خلال محاولات هجومية، وهذا ما أتى لها عن طريق عثمان في الدقيقة 68 لينتهي اللقاء بفوز المنتخب المغربي بهدفين لهدف. يعني راهم متزوجين بهم الإيفان تروا في الصيف تاع 2023، ضربوهم بزوج حبات، قال لك حقرونا ومنا ومنا منا، قال لهم اروحوا حقرناكم اروحوا، هيا تشوفوا نطلعوا لفرنسا، وي بيت روحوا لفرنسا هيا اروحوا. ستة، أنا شفت النني راح عند لاربيت قال له حبس، لاربيت قال له ما زلت لكم 11 دقيقة خرجت على ستة تاع ليبيت، دير حسابك كل هدف تضيع دقيقة، كل هدف تضيع دقيقة، ها عندك ست دقائق، كل هدف عندك دقيقة، ها عندك ست دقائق. النني قال له وين بيت زيد، ها قال له هادو 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 غادي يكون تزيد تماركي تزيد زوج دقائق يماركونا طروابي، تي خليها كيما هاكا خلنا نخسرو بعشرة. زادو قلبوهم تاع الإيدي سات ضربوهم بخمسة، زادو في راحو في بلادهم الإيفا ضربوهم بزوج، متزوجين بيهم أم الدنيا، هم متزوجين بأم الدنيا، عرفتو المغاربة تزوجو بأم الدنيا، يعني أم الدنيا تزوجو بها، عرفتو ها. الله غالب اللي يقول لك لا تهدر كيما هكا، انا نهدر كيما هكا نورمال. ها ايوا كشفت مصادر خاصة بالجهاز الفني منتخب مصر للشباب تحت 20 عام النقاب عن مصير سليم طالب لاعب خط الوسط الفريق القومي والمحترف ضمن صفوف هيرتا برلين الألماني. وكان سليم طالب قد تعرض لإصابة خلال مباراة منتخب مصر والمغرب أمسية الخميس، والتي اضطر فيها الجهاز الفني لاستبداله مبكرا. وأوضحت المصادر أن سالم طالب سيغادر معسكر المنتخب مصر للشباب. شو يلعب ماهر طبلين جابوه يلعب تاع الإيفا، حنا لا يدي لك من البارادو ويدي لك ودي ولا ما تجيبوش توما من برا، يعني هاك تشوف هاولي مي تهدر يقول لك يا هاولي والله لا معكم، والله لا مشكلة انتوما، والله لا مشكلة معكم. والله والله لا مشكلة معكم انتوما، يعني عادي نورمال. لازم تجي نورمال ما كاش كاع مشكل، تجي نورمال ما كاش كاع مشكل ياه. يا بصح الناس تخدم، شوف المديرية الفنية شكون عندهم، شوف شكون عندهم في المديرية الفنية تاعهم، مشي هدرة مشي تبلبيل، والله ما تبلبيل. أنا نقولها لك واو لله، جاي نهرو والله العظيم. انا نقول لك على هذيك نقولوا باللي اليوم وين المنتخب
المنتخب المغربي، المنتخبات المغربية الفئة الشبلية عندهم ناس يخدموا لاباز، يخدموا تخطيط، يعني تخطيط ماشي زعقة، ناس تخطط ماشي راكدة، ناس يتخطط.